السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ اليوم هو يوم الأحد، تاريخ اليوم هو 6/12/2020. اليوم سوف نكمل درسنا ابن بطوطة اللي هو تدريبات. أخذنا المرة الماضية من 1 إلى 4 الأسئلة، لأن إحنا عندنا صفحة رقم 83، في عندنا السؤال الخامس والسادس والسابع والثامن، إن شاء الله اليوم راح نكملهم. اسمه بدي أطلع منكم تنسخوا لي الدرس، تعطوا لي اياه على المنصه، واجب عليكم. هلا عندنا هون السؤال الخامس صفحه رقم 83، الكل تبع معي. هلا بحكي لك اكمل على نمط المثال الاتي. في عندك حط لك مثال: قرأ الطالب الكتاب. قرأ الطالب الكتاب، طبعا قرأ هي فعل ماضي، قرأ نحكيها للمين؟ للطالب، نحكي للطالب احنا قرأ الطالب الكتاب. هنا قرأت الكتاب، قرأت الكتاب مش قرأت. هلا التاء هون عندنا متحركة، عليها شو؟ عليها ضمة. لما تكون عليها ضمة بتصير عائد على مين؟ بتصير عائد علي أنا، يعني أنا اللي قرأت الكتاب. قرأت أنا الكتاب، قرأت الكتاب يعني تحكي عن حالة. هون لا تحكي قرأ الطالب الكتاب، قرأ يعني تحكي عن الطالب الأمام. أما قرأت أنا يعني هتكون عائد على مين؟ عليك، يعني علي أنا تكون، أو أنت تحكي عن حالك. قرأت نفس الشيء، قرأت الكتاب. طيب، شاهد خالد العصفور. شاهد خالد العصفور، هون بتحكي عن مين؟ عن اللي قدامك، بتحكي معه، هو شاهد خالد العصفور. أما هون تحكي شاهدت مين؟ أنا شاهدت العصفور. شو بتحكي؟ شاهدت العصفور، ما بتحكي شاهدت خالد العصفور، لا خلص. خالد بتكون مين؟ لما عندك هون التاء، هاي التاء هاي عملت على شو؟ على إنهاء، هون فعل وهون حتكون الفاعل. مين الفاعل؟ هو أنت. هلا هون فعل وهون خالد هو الفاعل، لكن هون عندك شاهد، هون عندك فعل تو اللي هي فاعل. فاعل مين؟ لك انت، انت الفاعل، انت شاهدت، انت شاهدت شو؟ شاهدت العصفور، يعني شاهدت العصفور. طيب نفس الشيء هون نحكي زار اخي المزرعه. زار فعل ماضي، زار فعل ماضي. أخي شو حيكون؟ أخي هو الفاعل، أخي هو الفاعل. المزرعة، زار أخي المزرعة. زرت مين زار؟ زرت أنا، زرت المزرعة، زرت المزرعة. هون رح تكون اللي هي زرت هي مكون من فعل، والتاء هي شو؟ هي فاعل، يعني هون فعل والتاء هي حتكون فاعل. زرت أنا، تمام؟ رسم عثمان بيتا، رسم عثمان بيتا. طيب ما أنت اللي تحكولي رسم، هذا شو حتكون رسم؟ شو حتكون رسم يا تالت؟ أحسنتم، حتكون فعل، حتكون فعل، بس فعل شو حتكون؟ هل هي فعل ماضي أم فعل مضارع؟ هي فعل ماضي، أحسنتم. عثمان ماذا رح يكون هو هون؟ شو حتكون عثمان؟ رح يكون فاعل، أحسنتم، فاعل. طيب لو تحولها عليك أنت شو حتحكي؟ رسمت، يعني أنا رسمت. هون حتكون رسمة هي فعل ماضي، فعل، والتاء هي حتكون شو؟ فاعل، حتكون فاعل. رسمت ماذا؟ هل تحكي رسمت عثمان بيتا؟ لا، تحكي رسمت بيتا، تحكي رسمت بيتا. قطف المزارع الثمر، قطف فعل ماضي، المزارع ماذا؟ مش حتكون مزارع، احسن من فاعل. طيب قطفت
تحكي قطفت المزارع الثمر؟ لا، تحكي قطفت الثمرة. قطفت الثمرة، تمام؟ قطفت فعل، والتاء فاعل، والثمرة قطفت الثمرة، تمام؟ طيب، هاي بالنسبة لو بدك أنت حكيت بتتحول لي الجملة من اسم من صفة متكلم إلى صفة مين؟ اللي تحكي عن حالك، اللي أنت بتحولها إليك يعني. تحدث عن حالك، هون تحدث عن حالك، قرأت الكتاب، شاهدت العصفور، زرت المزرعة، رسمت بيتا، قطفت الثمرة، تمام؟ طيب، هون التاء هاي التاء مش تاء التأنيث الساكنة، هذيك التاء التأنيث الساكنة تختلف. لما نيجي نحكي هلا لو كنت أفهمكم شغلة عشان تنتبهوا عليها أكثر، لو حكيت لك قرأت، ها قرأت ليلى الكتاب، هون راح تصير من ما بتصير تحكي، ما بتحكي قرأت الكتاب، ما بتحكي زي هيك، لأنه لازم تحكي من هو الفاعل. طب مين اللي قرأ الكتاب؟ لازم تحكي قرأت ليلى الكتاب أو قرأت الطالبة الكتاب، لازم تحدد الفاعل. هنا هيك طلع الكتاب، قرأت، لما تكون التاء سكون هون بتكون للمؤنث، تروح للمؤنث. قرأ لازم تحط فعل، ماذا؟ فعل، تحط فاعل، لازم تحط فاعل. قرأت ليلى الكتاب، فاحنا اخذناها التاء التأنيث الساكن لا محل لها من الإعراب، تاء التأنيث الساكن هاي. طيب هون راح تكون فعل وهون راح تكون فاعل. هون للمذكر نحكي قرأ طالب الكتاب، ما نحكي قرأ ليلى الكتاب، لا نحكي لازم تكون للمذكر، قرأ طالب الكتاب. هون لا، التاء متحركة، هون التاء مختلفة متحركة، عليها ضمة، يعني شو تحكي؟ قرأت الكتاب، قرأت أنا، تمام؟ طيب هلا بتمنى الكل يكون فهمها ووصلت المعلومة، كيف احنا بنميز إذا كانت هاي فعل ماضي تحكي عن المذكر، أو إذا كانت تحكي فعل ماضي تحكي عن المؤنث، أو إذا كنت تحكي عن حالك أنت، تمام؟ طيب بس السؤال السادس بحكي لك برضه نفس الشيء، أكمل على نوت المثال. جاب الرحالة الولدان، شنو حكينا معنا كلمة جاب؟ يعني زار، يعني زار الرحالة الولدان. هلا جاب هي هون راح تكون فعل، ماذا؟ فعل ماضي، فعل ماضي. هلا هون حكي لك يجوب الرحالة البلدان، شو اختلف عنا هون يا تالت؟ مرة كانت عنا فعل ماضي، بعدين صارت عنا يجوب، هي ماذا؟ هي فعل مضارع، فعل مضارع، فعل مضارع. فعل مضارع، مرة كانت جاب الرحالة البلدان، جاب وخلص يعني زار وخلص. يجوب الرحالة البلدان يعني لسه عم يزور، يعني لسه عم يجوب يعني لسه عم يزور. طيب هنا حاطين لك إياها، زار الرحالة الأردن، زار الرحالة الأردن، زار حتكون ماذا؟ فعل ماذا حتكون؟ فعل فعل ماضي، تمام. هلا هون بحكي لك كيف بدك تخليها تصير فعل مضارع، فعل مضارع، كيف تخليها فعل مضارع؟ شو حتكتب يا تالت؟ زار حتكون هي فعلها المضارع، هي يزور، يزور، يزور الرحالة الأردن، يزور يعني هي حتكون ماذا؟ هي فعل مضارع، فعل مضارع. طيب هلا عندنا هنا قال الرجل شعرا، قال الرجل شعرا، قال فعل ماضي، قال وخلص. طيب تخليها تصير فعل مضارع، تصير لسه عم بيعملها، شو حتكتب؟ شو حتكتب عن هنا؟ يقول، يقول، احسنتم، يقول،
يقول الرجل شعرا، يقول الرجل شعرا. طيب، حام الصقر في الجو. شو يعني حام؟ يعني بتطير الصقر في الجو، يطير الصقر في الجو. حام هو ماذا؟ فعل ماضي. فعل ماذا حتكون إدالة؟ فعل ماضي. أحسنتم، فعل ماضي. هلا هون شو رح تصير لما تعملها فعل مضارع؟ ما شو رح تكون هي؟ اللي هي حتكون يحوم. أحسنتم، يحوم الصقر في الجو، يحوم الصقر في الجو. عاد المسافر اليوم. طبعا هاي حتكون عليكم واجب. أتمنى أشوف منكم تفاعلات أكثر عشان أشوف إذا أنتم فاهمين أو لا. هاي بدي أخليكم إياها واجب، تمام؟ تقول تعملوا لي إياها وتفصلوا لي إياها، أنا حكي لكم فعل ماضي وفعل مضارع، تمام؟ هيك طبعا بكون خلصنا أول سؤالين. طيب هسا عندنا السؤال السابع، بحكي لك املأ الفراغ مستعينا بالمثال الآتي. في عندنا مثال حاطين لك اياها، ذكر يذكر اذكر. ذكر يذكر اذكر. ذكر شو حتكون حكينا ثالث؟ ذكر هي ماذا؟ فعل شو؟ فعل ماضي. احسنتم. يذكر يذكر لسه عم بيذكر، فعل مضارع. اذكر هي حتكون فعل ماذا؟ اذكر هي حتكون فعل امر. طيب برضه هذا السؤال رح يكون عليكم واجب، لان احنا حلينا قبل هالمره زي هيك سؤال اللي هو الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الامر. فبدي اتمنى تكون الكل يعني يتفاعل معي ويحلها هو لحاله وتفرجوني اياها على المنصه، تمام؟ طيب السؤال الثامن، املأ الفراغ كما في المثال الاتي. بحكي لك قرأت عن رحلات طريفة. قرأت، مين قرأ؟ أنا. قرأت عن رحلات طريفة، لكن في عندك هون لكن رحلات ابن بطوطة أطرف. طبعا هون طريفة وأطرف. نمسح هون شوي. بحكي لك هون قرأت عن رحلات طريفة. في أول مرة كانت بتقول طريفة، بعدين بحكي لك لكن رحلات ابن بطوطة أطرف طريفة أطرف. هون شو إيش هاي يا تالت؟ شو هاي؟ إيش يعني إيش هاي؟ إيش نحكي عن طريفة وأطرف؟ شو يعني هيك يعني؟ بحكيك قرأت عن رحلات طريفة، يعني هو قرأ عن رحلات طريفة وجميلة حلوة، لكن في إشي أفضل من الرحلات اللي أنا دائما بقرأها، اللي هي مين؟ رحلات ابن بطوطة. بحكي لك لكن رحلات ابن بطوطة أطرف. طب هون شو حتصير هاي معناها؟ هاي صفة تفضيل. صفة شو؟ تفضيل. صفة تفضيل. صفة تفضيل. كيف يعني صفة تفضيل؟ يعني أنت مثلا بتحب مثلا أكلة المعكرونة مثلا، ماشي؟ المعكرونة بتحب أكلة المعكرونة، لكن بتحب مثلا أذكى عندك إشي مثلا البيتزا، بتحب أكثر يعني البيتزا. يعني بتكون عندك أنت بتحب إشي لكن بتفضل إشي عن إشي ثاني. مثلا أنت فاهم كيف علي؟ يعني بتقول إذا بتحب هاي الشغلة لكن إذا إجت إشي ثاني راح تكون هي الأحسن عندك. فبتكون هون صفة التفضيل. صفة شو؟ التفضيل. طيب بحكي لك هون في ألف، غرفة الصف واسعة. غرفة ألف، غرفة الصف واسعة.
بعدين بحكي لك شو لكن ساحة الملعب. لكن ساحة الملعب ماذا؟ شو حتكون؟ شو حتكون هون التفضيل أكثر إلها؟ شو حتكون؟ هي غرفة الصف واسعة، لكن ساحة الملعب شو حتكون؟ أوسع. شو حتكون؟ أوسع. تمام؟ أوسع. طيب ب بحكي لك عنق الغزال طويل. عنق الغزال، الغزال طويل لكن، لكن عمق الزرافة ماذا؟ هلا هون بحكي لك عمق الغزال طويل لكن عمق الزرافة ماذا؟ حتكون أطول. ماذا حتكون؟ أطول. أحسنتم، أطول. أطول يعني عمق الغزال طويل لكن عمق الزرافة أطول. طيب يعني زي كمان مثلا مثال تاني تحكي مثلا أنا، مثلا تحكي عن حالك أنت، أنا مثلا قصير لكن أخي أقصر. شو حتكون؟ يعني أنت لسه أقصر منك. أو مثلا تحكي أنا مثلا ماما طويل، ماما امرأة طويلة لكن بابا أطول. تمام؟ فبتكون هون في عكس صفة التفضيل، إشي أحسن من إشي. تمام؟ طيب هسا عندك بحكي لك جيم سمكة القرش كبيرة. جيم سمكة القرش كبيرة. سمكة القرش كبيرة لكن الحوت ماذا؟ هي سمكة القرش كبيرة لكن الحوت ماذا؟ أكبر. لكن الحوت أكبر. القطار دال. القطار، القطار سريع لكن، لكن ماذا؟ لكن الطائرة ماذا؟ القطار سريع. تمام؟ لكن الطائرة شو حتكون؟ راح تكون أحسنتم أسرع. تمام هيك نكون أخذنا اليوم عن شو؟ أخذنا عن لو بديش تحكي عن، تحكي عن حالة تتحدث عن نفسك اللي هي التاء للإلك تكون عائدة لإلك أنت الفاعل أنت. وأخذنا كيف اسمه الفعل الماضي، كيف نحول لها الجملة الفعل الماضي، كيف نحولها لجملة فعل المضارع مع إجراء التعليلات عليها. وأخذنا كمان اللي هو الجدول نحول الفعل الماضي مرة فعل ماضي بعدين فعل مضارع بعدين فعل أمر، فعل أمر. بعدين أخذنا عن شو؟ عن صفة التفضيل. صفة التفضيل أتوقع أنه تكون عليكم هاي أول مرة بتمر عليكم، بس إنه هي سهلة يعني إنه بتكون نفس الكلمة لكن بتكون أفضل إلها، بتكون هي أفضل يعني واسعة أوسع، طويل أطول، كبيرة أكبر، سريع أسرع. هيك طبعا خلصنا درسنا اليوم، إن شاء الله نلقاكم في حصة أخرى اللي هي عن الكتابة، راح تكون يعني نهاية الدرس الكتابة عندنا، بعدين إملاء، ثم في عنا مختارات من، مختارات من اللغة الجميلة، قصة يعني هي بسيطة وبس. يعطيكم ألف عافية ثالث، إلى اللقاء.